بس النبي يونس كتير تضايق انه ربنا عفى عن نينوى وغضب من رحمة الله على شعب بنظره ما منه نوى. قام نادى ربه وقال: يا رب، من وقت ما كنت ببلادي كنت عارف انك بالرحمة على هالشعب رح تنادي، وقررت ما اجي وخبرهن انك رح تدمرهن، بالعكس عفيتن من المصيبة يا حليم لانك رحمن رحيم. وهلأ دخيلك يا رب، انا منهار خدني لعندك اهون علي ما شوف هالنهار. رد عليه سبحانه وقال: انت بأي حق عم بتناقشني وزعلان ومشيئتي مش قبلان؟ قام ظهر النبي يونس من نينوى وراح عشرقها وعمل خيمة تترد عنه الشمس وقعد تحتها، صار يراقب شو رح يصير للمديني، وبقدرة ربنا نبتة لقطيني وكبرت وراقة وعملت في، ويونس انبسط كتير فيها مش شوي. بس تاني يوم الفجر أمر سبحانه دودي تنجر النبتي نجر، يبست اللقطيني بليل وضحاها، ولما طلعت الشمس بسماها أمر سبحانه ريح شرقية ضربت له راسه بحمة قوية. ساعتها اتمنى الموت وقال: يا ريتني أنا يلي متت مش هي. وهون رد علي ربنا وقال له: أنت زعلت عنبتي صغيري، ما زرعتها ولا تعبت عليها ولا دقيقة. جاوب يونس وقال: إيه، من حقي ازعل بالحقيقة. رجع رد سبحانه وقال: هالنبتي طلعت بليلي وماتت تاني ليلي وانت عليها شفقان؟ طيب ومش زعلان عمديني فيها اكتر من 120,000 انسان ما عدا الدواب؟ شعب مش عارف الخطأ من الصواب؟ مش اولى اني اعطيه فرصة وبالرحمة انهي هالقصة؟